أسعد الله صباحكم سيدتي وسادتي، صبحية طيبة. الزميل حسين العمراني، فقرتنا الصحية لهذا اليوم سنقف خلالها عند الثقافة الصحية الفموية، طبعا اللي كتشكل واحد الجزء مكمل للثقافة الصحية العامة. لماذا؟ لأن كاين واحد الارتباط وثيق للفم والأسنان مع بقية أعضاء الجسم وإمكانية إحداثها الكثير من الأمراض في الأعضاء الأخرى. بهذا الخصوص معنا الدكتور زهير قمري اللي هو طبيب جراحي الأسنان. صباحا سعيد دكتور زهير قمري. صباح الخير. صباح الخير. طيب إذا سمحتي بغينا نعرفوا العلاقة كيف هي، العلاقة طبعا الموجودة بين مريض الأسنان وطبيب الأسنان الأخصائي في طب الأسنان ولدة. فالعلاقة لازم تكون علاقة ثقة وتعاطف، لأن مرض الأسنان فكيختلف على أمراض أخرى خاصة الألم. فلو باسيون فاش كيكون عنده الالم وكاين احيانا كيكون عنده حاجز نفساني باش يمشي عند الطبيب جراحي الاسنان طبعا، فلازم هنا تكون ثقه وتعاطف، والتعاطف جد مهم مع الباسيون. نعم. طيب إذا سمحتوا، واش كاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي ولاو كيزوروا العياده ديال طبيب الاسنان؟ لان كيف كنا كنعرفوا من قبل طب الاسنان الكثير من الناس اللي كيمشيو يزوروا طبيب الاسنان باش يشوف الامراض ماشي بحال الامراض الاخرى. طبعا اصبحت ثقافه عند الناس ديال الزياره ديال لي باسيون، كيمشيو عند شيروجيان دونتيست عند طبيب جراحي الاسنان، ماشي كيمشيو فقط اذا كان تراكم اسنان ولا نزيف دموي ما يسمى بلي جينجيفوراجي الماشيا كيتسمى كور. فكاين سكون ابل ان كونترول سيستيماتيك، كيمشيو باش يشوفوا مراقبه مستمره. نعم، كيمشيو باش ياخذوا مثلا ارشادات عندما مثلا كتكون عندهم رائحه في الفم، فاش كيكون الالتهاب في اللثه، فاش كيكون احيانا كيكون الالم. نعم نعم. طيب إذا سمحتوا الدكتور زهير قمري، واش كاين واحد الارتباط أمراض السن والتا مع أعضاء أخرى في الجسم؟ طبعا كاين علاقة وطيدة ما في حالة التقيحات فاش كيكونوا ديزابسي في الفم، ولا سيما إذا لم يتم العلاج في الوقت المناسب فهناك احتمال مرور دوك البكتيريات إلى بعض الأعضاء الحيوية الجسم، مثلا القلب، الكبد، الكلي. بفعل ارتباط لابولب لب الاسنان الغني بالاوعيه الدمويه بالدوره الدمويه، وهذا ما كيسبب احيانا لي زوندوكارديت، لي كونجونكتيفيت، دي بيلاد او نيفو دو لا بو دو فيزاج، دي غاسترونتيريت باغ بيوفاجي، و بارفوا يمكن يشكل خطوره بالنسبه ويعطي امراض اخرى بالنسبه لاعضاء الجسم الاخرى. نعم. طيب الا سمحتي، واش اشنا هي الاعضاء من غير الكلي والقلب اللي يمكن يتعرض للمضاعفات ديال الامراض الاسنان والفم؟ مثلا العين مثلا فولي كونجونكتيفيت، مثلا جلد دي بيلات او نيفو دو لا بو دو فيزاج، احيانا دي غاسترو انتيريت حكيتو دابا مثلا في الجهاز الهضمي. نعم، هذا كله عنده علاقه اذا كان لا سيما النفسي. نعم. طيب اذا سمحتي الدكتور زهير قمري، واش يمكن كيفاش كتتم عمليه تنظيف الاسنان باش يمكن تعطينا واحد لتحسيس المستمع والمستمعه الكريمه باهميه تنظيف الاسنان؟ كيفاش هي الطرق الناجعه لتنظيف الاسنان وطبعا المحافظه عليها الدكتور زهير؟ طبعا كاين عده طرق تنظيف الاسنان، ولكن اللي مهم هو خصنا يجب تنظيف الاسنان بعد كل وجبه طعام، ويجب تغيير الفرشاة تقريبا كل 3 أشهر. نعم. ويجب غسلها بعد الانتهاء منها بالماء، وعدم التبادل طبعا مع الغير، ما خصناش نبدلو ناخذوا الفرشاة ديال واحد اخر، وطبعا النوعية ديال الفرشاة فالطبيب اللي كيقررها، لا هي ولا المعجون الاسنان، فالطبيب اللي كيقررها. والطريقة هي مثلا خاصنا ناخذوا مثلا الفرشاة كناخذوها على واحد الدرجة ديال 45 درجة على جونتيف، وان تنظف الاسنان من الجهه التي تخرج منها اللثة، اي من الداخل الى الخارج. نعم. وكنبداو بالاسنان الخلفيه، من بعد كنجيو الاماميه،
ومن بعد كيكون عندنا دي مومونت عتيف للسنان الامام، ومن بعد كي خصنا نغسلو ونشلو فمنا بالماء. وكما كنقول il faut appliquer la règle de 3 se brosser les dents 3 fois par jour 3 minutes au cours du brossage et les trois côtés. طيب إذا سمحتي دكتور زهير قمري، واش كاين بعض الفرشات الخاصة بالأطفال وفرشات اللي خاصة بالكبار، واش كاين معجون اللي خاص بالكبار والصغار؟ طبعا كاين بالنسبة للبغوس، كاين لي بغوس اللي كتختلف في اللون، كتختلف في الشكل، كي سون دو ديفيرونت فورم دو ديفيرونت كولور طبعا، اي سادابت ا توت لي كاتيجوري دي كونسوماتور لانهم تتماشى مع جميع المستهلكين. طيب ولا سمحتي، ماشي الشكل احنا الاهم عندنا، ماشي الشكل واللون ديال الفرشات بقدر ما الاهميه ديال الفرشات. واش كاين اشكال اللي مثلا مفيده جدا لتنظيف الاسنان؟ طبعا كاين اللي مهم خاصنا نعرفوا ان الفرشات مثلا واحد عنده نزيف دموي ما خاصوش ياخذ واحد لابغوس هذون اللي غادي تجعل تاثر لي على اللثه ديالو. بحالاش مثلا اذا سمحتي مثلا لي زادوليسون اباغيو اورثودونسي عندهم فرشات ديالهم معينه مثلا اللي خاصها تكون صلبه او لا خاصها تكون رطبه؟ خاصها تكون لي بوا سوبل. نعم. مثلا تكون رطبه اكثر. كاين سيغتان بيرسون اون دي بيزوان سبيسيفيك مثلا بحال اللي يلاه داروا دي عمليات جراحيه بيكال فوالا عمليات جراحيه خاصهم فرشات خاصين. دونك خاصهم دي بغوس بيان سبيسيفيك. نعم. دونك لو شيروجيان هو اللي غادي يعرف لا بغوس والمعجون الاسنان اللي غادي يكون مناسب ديستيني لهاد دو باسيون. نعم. بالنسبه للاطفال واش كاين فرشات خاصه لهم؟ طبعا بالنسبه للاطفال كاين فرشات ديالهم خاصه. نعم. تتكون صغيره في الحجم ديالها؟ طبعا صغيره في الحجم، ماشي بحال وتكون لا فورم ديال واش تكون صلبه ولا تكون شويه؟ دائما كان كتختلف لا بغوس حسب من بعد لو كونترول عند الطبيب. طيب شكرا دكتور زهير قمري طبيب جراح للاسنان، كنشكرك على هذه الجوانب الوقائيه اللي قدمتها للمستمع في اطار التوعيه والتحسيس الخاصه بهذه الفقره ضمن صباح الخير يا بيضاء. اليك زميلي الحسين العمراني الميكروفون وتتمه فقرات صباح الخير يا بيضاء.